قرار تخفيض نسبة استيراد السيارات إلى تراجع النشاط من جنجن العالمي، ما جعل الجهات الوصية تتخذ جملة من الإجراءات للدفع أكثر بنشاط من جنجن العالمي. أيمن عبد الرحيم ونجمة بكرش والتفاصيل. 75% هي نسبة تراجع استيراد السيارات بميناء جنجن العالمي، إذ لم يتعدى عدد المركبات المستوردة 52 ألف مركبة خلال سنة 2016، فيما وصل عددها سنة 2015 إلى 200 ألف مركبة. سجلنا 52 ألف وحدة في سنة 2016، وفي سنة 2015 سجلنا 200 ألف وحدة، أي عندنا تراجع ب 75%، وهذا كان منتظر نظرا للقرارات التي اتخذت على مستوى الحكومة، إضافة إلى مركب رونو على مستوى وتليلات. وضعية جعلت الجهات الوصية التفكير في خلق ما تعرف بالمناطق اللوجستية على مستوى طريق السيار جنجن العلمة، بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية الجديدة كتقليص آجال جمركة والأقمنة العملية التي ينتظر أن تتدعم بجهاز سكانر. نحن نسعى لخلق مناطق لوجستية على طول طريق السيار من جنجن العلمة، أي نسعى لخلق في كل محول منطقة لوجستية، وهذا فيه فائدة كبيرة. رقمنة عمل الجمارك، الرقمنة اللي راح تقلص من أجل الجمركة، وعقدنا عدة اتفاقيات مع السجل التجاري مع المديرية العامة للضرائب باش نقلصوا الوثائق الموجودة في ملف الجمركة، وبدأت تعطي ثمارها في الميدان بتقليص أجل الجمركة. هي إذن إجراءات وتدابير جمركية تحفيزية من شأنها أن تدفع أكثر بنشاط ميناء جنجن العالمي، أحد أكبر وأهم المؤسسات الاقتصادية بالجزائر.